تعالوا نروح لأخبارنا النهاردة ونبدأ بيه أخبار النادي الأهلي. الأهلي بيحسم مصير أفشة ويرفض تماما الاستغناء عنه. كلام كتير إنه أفشة عنده عروض خليجية وعروض من أندية تركية، والنادي الأهلي خد قراره الرسمي الواضح لا لرحيل محمد مجدي أفشة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة. مفيش، أفشة فعلا من الركائز الأساسية للفريق، أفشة فعلا من اللاعبين المؤثرين جدا، لو غاب أي مباراة عن النادي الأهلي الأهلي يتأثر. مش عايز أقول إنه مفيش بديل لأفشة في النادي الأهلي عشان ناصر ماهر مثلا موجود، ولكن ناصر لسه ما دخلش قوي بعد الإصابة، لسه ما دخلش في الفريق، وبالتالي مجدي أفشة غيابه مؤثر جدا. وأفشة زي ما قلت لكم هو فريق درجتين ثلاثة أربعة عن أقرب منافسيه في هذا المركز حاليا في الكرة المصرية، وبالتالي خسارته هتبقى خسارة كبيرة جدا لو رحل عن النادي الأهلي، والأهلي خيرا فعل وأغلق هذا الأمر تماما. كابتن محمود الخطيب بيعقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل مباراة السوبر الأفريقي يوم الجمعة القادمة أمام نهضة بركان، مباراة مهمة ومباراة صعبة جدا. وجود الكابتن الخطيب مع الفريق، الكابتن الخطيب بيتكلم مع اللاعبين بيدي حافز، وحافز مهم جدا لكل اللاعبين. الكابتن محمود الخطيب طبعا طالبهم بتحقيق البطولة، وقال انه روح الفريق اللي بيلعب بيها في الفترة الأخيرة هي روح عالية جدا وعايزها تستمر في مباراة السوبر الأفريقي. وجود نجم كبير اسم كبير أسطوري زي الكابتن محمود الخطيب وسط اللاعبين أكيد حافز مهم جدا وحافز كبير جدا. الكابتن محمود الخطيب طبعا طالب اللاعبين بعدم استهانة إطلاقا مع الخصم وتأدية أو أنه يقوموا بمباراة محترمة جدا أمام فريق نهضة بركان. الشناوي، محمد الشناوي، لو تفتكروا من كام حلقة كده وكان في بعض الهجوم وبعض الانتقادات على محمد الشناوي، قلت لكم يبقى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الأول، حارس منتخبنا الأول، واحد من أفضل حراس المرمى اللي جم في السنوات الأخيرة في الكرة المصرية. الشناوي هو الركيزة الأساسية اللي استند عليها الأهلي في عبور سان داونز ذهابا وإيابا، تألق ذهابا وتألق إيابا، وبالتالي أصبح من المتنافسين على جائزة أفضل تصديات في دور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا مع عدد من الحراس الآخرين ذهابا وإيابا أمام سان داونز. عمل مباراتين في منتهى القوة والروعة، وكان عامل مؤثر جدا في صعود النادي الأهلي لنصف نهائي هذه البطولة.